السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بإذن الله نكمل معاكم النهاردة باقي كلامنا على الدرماتوباثولوجي. كنا اتكلمنا قبل كده على قلنا هناخد الباثولوجي واحدة واحدة كده ونكمل مع بعض بإذن الله. بدأنا بالانترودكشن وشرحنا الهيستولوجي بتاعنا سواء كان الابيديرمس والدرمس والأدنكسال ستراكشرز. بعد كده قلنا إزاي نبدأ نشخص، يعني إزاي نبدأ نشوف شريحة وإزاي نبدأ نتعامل معاها في الباثولوجي. واول حاجه اتكلمنا عليها قلنا يعني اسهل طريقه ان انا اعرف انا فين وهتعامل مع ايه بالظبط، يعني لازم اعرف المكان اللي انا فيه وايه الامراض اللي بتيجي في المكان ده، وده اسهل طريقه ان انا ممكن اشخص بيها، لان انا ممكن ابص على الشريحه ابقى تايه، ابص على الدرمس ولا على الابيديرمس ولا ابدا منين بالظبط. وقلنا ان احنا عندنا الامراض هتقسم عندنا لاما سواء كان الابيديرمس قلنا هنقسمها الانفلاماتوري ونيوبلاستيك ديس اوردرز. وقلنا الانفلاماتوري هنيجي نقول حاجه اسمها عندنا الباترن بتاعنا، يعني ايه الباترن بتاعنا، ايه التغير اللي موجود. الانفلاماتوري شكله بقى ايه، يعني عباره عن بهازارد كده هتلاقي انفلاماتوري سيلز موجوده عندنا في السكن سواء كان ابيديرمس او ديرمس وعملت مشاكل عندنا. لما نيجي نتكلم على الابيديرمس، النيوبلاستيك بتبقى عندنا هتلاقي فيه كولكشنز او نورمال سيلز ولها شكل معين، لكن لما نيجي نتكلم على الابيديرمس قلنا الباترن بتاعنا بيكون واخد حاجه من اربعه، سواء كان سبونجيوتيك يعني هيكون عندنا سبونجيوتيك درماتيتس، يا اما يكون عندنا فيزيكلو بولس او بولس درماتيتس، يا اما يكون عندنا سورياسي فورم درماتيتس، او عندنا هيكون عندنا اللي هو الفاكيولو الليكوفاكتيف درماتيتس او الكفاشن او الفاكيولر ديجنريشن موجود في البيزل سيلير، تمام، اللي هو اللايكنويد. طيب احنا عندنا اربعه او الفاكولار ديجنريشن اللي موجود في البيزل سيلير، يبقى احنا عندنا اربع حاجات هنبقى نبدا ممكن نشوفهم في الابيديرمس. واتكلمنا المره اللي فاتت قلنا السرايس فورم والسبونجوتيك درماتيتس، وقلنا الامراض اللي بنشوفها فيها سواء كانت السبونجوتيك، وقلنا يعني ايه سبونجوتيك، وقلنا فرقنا بين السبونجوزس والبالونينج، وقلنا يعني ايه سرايس فورم والامراض اللي بيكون فيها السرايس فورم درماتيتس. تالت حاجه عندنا النهارده هي الفيزيكولو بولس باترن، تمام. فيزيكال بولس باترن قبل ما نبدا، يعني كلنا عارفين من برايمر ليجنز يعني ايه فيزيكال، يعني هي عباره عن كافيتي كونتيننج سواء كان فلويد سوليد او سيمي سوليد ماتيريال، والبولس يعني الحجم بتاعنا نص يعني اقل من 5 من 10 مللي يبقى فيزيكال، اكبر من كده هتبقى بوله. اللي عنده يا جماعه سؤال يبدا يسال قبل ما نبدا، لو حد عنده حاجه من المره اللي فاتت يبدا يسال. فاحنا هنبدا النهارده نتكلم على فيزيكال بولس او البولس درماتيتس. طيب عشان اقدر اشخص نشوف عندي في الشريحه ذات نفسها في كافيتي او كليفت زي ما احنا بنقول، يعني ما اجاش اقول في الشريحه مش هقول بوله ولا هقول فيزيكال، انا هقول عندي كليفت او في كافيتي موجود. طب هل الكافيتي اصلا فيزيكال يعني هو كليفت ولا هو ممكن يكون حاجه تانية؟ طب ايه الحاجات التانية اللي موجوده عندي على شكل هولو يعني سبيس موجود ممكن اشوفه؟ في حاجات عندي كتير، ممكن الاقي عندي السيست، طبعا السيست بنشوفها في الدرمس، السيست بتكون كافيتي lined by epithelium وفيها كونتنت من جوه، خلاص epithelium، وفي فرق بين انا هقول epithelium لان الفاسكولار سبيسز بتكون lined by endothelium. الابيثيليوم هنا بالنسبه للسيست بيكون شبه الابيديرمس، يعني يكون في عندي اللايرز بتاعته وفي كونتنت عباره عن ممكن كيراتين ممكن اي شيء تاني موجود فيها. طيب بالنسبه بقى عندنا للفيزيكال او البوله تبقى هولو سبيس موجود فيه، وهنشوفه عشان نعرف المرض اللي فيه الهولو او السبيس او الكليفت ده عباره عن ايه، لازم اعرف البوله او الفيزيكال دي اصلا اتكونت ازاي. هل هي اتكونت نتيجه انتيجين انتيبودي رياكشن؟ هل في ديجنريشن حصل؟ هل في توكسيك ماتيريال جت عليها؟ هل في حاجه مش موجوده، في ديفكت موجود في السكين ذات نفسه؟ هل السيل انفجرت من جواها؟ هل حاجه جت عليها من بره؟ فده كله هو اللي هنقدر نقوله النهارده بالنسبه للفيزيكولو بولس باترن. يبقى انا عندي الباترن الثالث هو الفيزيكولو بولس باترن. البولس ديس اوردرز بنقسمها عندنا او البولس درماتيتس، يا اما كلنا عارفين المعلومه دي، يا اما انترا ابيديرمال او سب ابيديرمال. يعني انترا ابيديرمال يعني البوله ذات نفسها في قلب الابيديرمس في الاربعه ليرز بتوعنا، او مش هقول الاربعه ليرز بتوعنا، هم في الاربعه ليرز بتوع الكيراتينوسايس عشان يكون الكلام ادق واكتر. تاني حاجه ممكن تكون تحت الابيديرمس اللي هو تحت البيزمنت ممبرين، يعني اما يكون سوبرا بيزل او سب بيزل تحت البيزمنت ممبرين، تمام، يبقى انا عندي كده انتر ابيديرمال او سب ابيديرمال. طيب هنيجي نقسمهم بعد كده، الانتر ابيديرمال يا ترى البول دي اتكونت ازاي؟
طب اشمعنى الانتر ابيدرم اللي قلت عليها؟ لان انا عندي جوه الابيدرمس فيه كيراتينوسايتس مترتبه في 4 لايرز، وكل لاير لها الوظيفه بتاعتها، وفي فيسيولوجي شغال، وفي حاجات موجوده، فعشان كده في تشينجز بتحصل. فالانترا ابيديرمال واحده من 4، يا اما الفيزيكال اتكونت نتيجه عمليه سبونجوزس او نتيجه اكانثلايسيس، يا اما نتيجه بالونينج او ديجنريتيف. يبقى لما الاقي كليفت عندي في قلب الابيديرمس من جوه، احط دماغي في واحده من الاربعه دول، اقوم جاي باصص عندي هل يا ترى في سبونجوزس؟ طب وبعد كده هنقول سبونجوزس ده انواع. طب يا ترى الخلايا بدات تفصل هنا عشان في اكانثلايسيس، ولا يا ترى حصل جوه الخليه بالونينج، ولا هل في ديجنريشن في السيلز نفسها حصلت وده عمل لي الكليفت؟ يبقى انا لازم احصر نفسي بين الاربعه دولت. كلنا على طول ساعه ما بنبص على كليفت في الابيدرمس، او انا سواء كان انتر ابيدرمس او ابيدرمال، دماغنا بتروح يا بنفجس يا بنفجويد جروب، ما بنفكرش في حاجه تانية، ناسيين ان في امراض تانية كتير قوي ممكن تبقى موجوده على شكل كليفت. وهنعد مع بعض النهارده، يعني في حاجات النهارده هنعدها نلاقيها انتر ابيديرمال كليفت، وهنبص نلاقيها تاني سب ابيديرمال كليفت. فخلوا بالكم من الموضوع ده. اول حاجه الاسبونجوتيك ديرماتايتس. يعني ايه اسبونجوزس؟ اسبونجوز يعني في فلويد اتكون بين الكيراتينوسايتس وبعضها. وانا قلت لكم احنا هنتكلم على الانتر ابيديرمال كليفت او الفيزيكولوبولس باتن الموجود اللي في ابيديرمس انتر ابيديرمال تايب ده، على الباثوجينيسيس. ايه الباثوجينيسيس اللي حصل؟ تمام، لان في هنا عندي فيسيولوجي شغال. يبقى اول حاجه في اسبونجوزس موجود. طب الاسبونجوزس ده حصل نتيجه لاي سبب كان؟ ايه اللي خلاه عمل كليفت؟ في فلويد اتجمع بين الخلايا وبعضها، العمليه كانت سيفير قوي ففصلت الخلايا عن بعضها اكتر، فعمليه الكليفت عمليه السبيس كبير ظهر على هيئه فيزيكال او بول. بعد كده الاسبونجوزس ممكن يكون الانفلتريت فيه ليمفوسيتك، تمام، يا اما يكون ايزينوفيلك يا اما يكون نيتروفيلك. طب انا هعرف ازاي؟ انا بصيت الاول على الشريحه، بصيت على الدرمس، لقيت في شويه انفلتريت، مفيش تشينجز كتيره، فقلت الحاجه دي انفلاماتوري. بصيت على الابيدرمس لقيت فيه سبيس او كليفت، فين الكليفت بتاعي؟ انترا ابيدرمال. طب الانترا ابيدرمال كليفت ده اتكون ازاي؟ بصيت بين الكيراتينوسايتس وبعضها على الاطراف، يعني ما ببصش في قلب الكليفت، انا ببص على الطرف هنا وهنا، لقيت فيه فلويد بين الكيراتينوسايتس وبعضها، فقلت The mechanism of bulla formation is spongiosis. تمام؟ أبدأ بعد كده أفكر، أقوم جاي باصص على الانفلترت اللي موجود عندي في قلب حوالين الاسبونجوز ده، يا ترى هو فيه ليمفوسايتس ولا زينوفيلز ولا نيوتروفيلز. الليمفوسيتك أشهرها طبعًا عندنا الإكزما، وهي بتكون في الفيس بتاعنا الأكيوت درماتيتس. ليه مش الساب أكيوت اللي مش الكرونيك؟ لأن في الأكيوت بيكون نسبة الاسبونجوز عالية جدًا، فنسبة السيبريشن بتبقى أعلى، فعشان كده بشوف الكليفت موجود عندي. الإزينوفيلك كلنا طبعًا أشهر حاجة عارفينها الإنسكت بايت، تمام؟ لكن في عندنا إنكونتينينشا بيجمنتاي، وفي الألرجيك كونتاكت درماتيتس، تمام؟ بالنسبه للنيتروفيلك في عندنا اسباب كتير، يعني كلنا احنا حافظينها، سب كورنيال باستر درماتوزيس. ايه هم اشهرها؟ عندنا الكانديدا والفانجل انفيكشن والسورايسيس، الباستر والسورايسيس طبعا. في عندنا الاجب اللي اوكي جنرالايزد اكزنسمات الباستيولوزيس، وفي عندنا سب كورنيال باستر درماتوزيس، وفي عندنا طبعا الجيوغرافيك تانج. دي كلها حاجات بيبقى في عندي تحت الستراتوم كورنيوم في كولكشن اوف نيتروفيلز. نبدا نشوف الصور مع بعض عشان نشوف الحاجه دي، وهوضح لكم يعني ايه سبونجوتيك فيزيكولوبولس درماتايتس. نبدا نبص الاول صوره عندنا، ادي الشريحه، انا بصيت من بعيد باللوبر كده، عندي في كليفت هنا، يعني في فيزيكال هنا وفي فيزيكال هنا، وادي واحده صغيره هنا. عشان اقدر احدد المشكله اللي عندي، انا مش هبص عليها ذات نفسها، لان لو بصيت عليها كده انا شايف كليفت. ممكن واحد من بعيد لو بص على الصوره دي يقول لي سوبرفيشال بنفجس، يعني بكل سهوله ويسر وخلاص ويريح دماغه. لكن انا هبص هنا عندي على الطرف بتاع الكليفت بتاعي، هنا الخلايا بينها وبين بعضها، يعني الكيراتينوسايتس بينها وبين بعضها في سبيسز، السبيس دي عباره في فلويد فيها، فده بنسميه سبونجوزس. سبونجوزس البونجوز عباره عن كولكشن اوف فلويد بين الكيراتينوسايتس. لما نيجي نقرب الصوره شويه، تمام، ادي الاسبونجوزس واضح قوي بين الكيراتينوسايتس وبعضها. طب هنا تاني حاجه هبص على الانفلترت، الانفلترت عندي عباره عن ليمفوسايتس، تمام. يبقى انا وهنزل تحت في الدرمس اتاكدت اكتر، عندي معظم الانفلترت ايه يا جماعه؟ ليمفوسايتس.
ما حدش يعني، في ناس هتقول لي طب انا، ما انا شايف برضو في النيتروفيلز موجوده وبتاع والكلام ده، طبيعي انا عندي عمليه حاجه اكيوت هلاقي كل الانفلاماتوري انفلترت موجوده تقريبا، لكن اهم حاجه عندي الموست اباندنت انفلترت موجود عندي هو الليمفوسايتس اللي هي النقط الزرقاء اللي كتيره بتبقى لما بشوفها من بعيد بحس ان هي لازقه في بعضها. تمام، يبقى انا عندي دي الاكيوت درماتايتس. يبقى انا عندي هقول كده في لما اجي اشرح الشريحه بتاعتي هقول عندي ايه، سبونجيوتيك درماتايتس، في عندي انترا ابيديرمال فيزيكال فورميشن ديو تو سبونجوزس، يبقى دي حي... وفي الانفلترت عباره عن، بصوا هنا من بعيد كده، ودي العمليه اللي بنسميها اكزوسايتوزس. بصوا بصوا الطريقه دي بتاعتي، يعني ادي البلاد فيزل طلع من هنا الليمفوسايتس طالعه 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 داخله فين، طالعه دخلت هنا جوه الابيديرمس، دي اللي بنسميها اكزوسايتوزس. يعني اكزوسايتوزس بريزنت في انفلاماتوري سيلز ويزن ذا ابيديرمس with relative sponges، يعني الكميه اللي طالعه كميه الخليه اللي طالعه، لان ده مش مكانها، ربنا مش خالق الليمفوسايتس هنا في الابيديرمس، ده مش مكانها، مكانها تحت. لما اشوفها هنا حاجه من اتنين، يا اما ابيديرموتروبيزم يا اما اكزوسايتوزس. ايه الفرق بين الاتنين؟ لما تكون طالعه بشكلها الطبيعي صغيره ومعاها كميه ميه كتير حواليها ريلاتيف سبونجوز مناسبه للعدد ده يبقى بنسميها ايه، اكزوسايتوز. لكن لو كانت طالعه اتيبيكال، سواء كان حتى صغيره مش لازم كبير، لكن شكلها اتيبيكال ومعهاش ريلاتيف سبونجوزس يبقى بنسميها هنا ابيديرموتروبيزم. يبقى انا عندي هنا سبونجوتيك درماتايتس وفيزيكال فورميشن وليمفوسيت انفلترت دي اكيوت درماتايتس. تمام، طب تاني حاله احنا عندنا هنا ادي من بعيد كده ده فيزيكال فورميشن. طيب ايه اللي انا شايفه هنا؟ هقرب كده شويه عشان بس نقرب الصوره. ادي من بعيد هنا طبيعي الخلايا مش ماسكه في بعضها، السبيس بقى واسع بين الكيراتينوسايتس وبعضها. لما قربت هبص على الانفلترت، شايفين الانفلترت دايره كده تلاقيها ايزونوفيلك حمرا شويه، وهنا برضو ادي حمرا، يمكن الصوره مش واضحه، وجوه الانفلترت عباره عن خلايا كلها ايزونوفيلك، يبقى ده ايزونوفيلك درماتايتس، ده اللي هو الانسكت بايت. وممكن تكون انت يعني لو الفيزيكس ده اكتر من بعضها ممكن تكون عباره عن كونتيننشيا بيجمنتاي، وهنا عندي كلينيكو باثولوجيكال كورليشن. تمام، طيب دي من بعيد كده. انا عندي برضو في هنا زي ما بتسموها يعني كلنا ما شاء الله هتلاقوا كلكم شطار وعارفين الحاله دي، سب كورنيال باستيول، يعني بسبب النيتروفيلز من بعيد بتبقى دوتس صغيره وسودة كده فعارفينها كلنا. طيب يعني دي عباره عن فيزيكال فورميشن هنا كده. طيب الفيزيكال دي اتكونت ازاي؟ هنا حاجه على الطرف، ادي نفس الفكره سبونجوز، الخلايا بدات تفصل عن بعضها عشان خاطر فلويد كوليكشن. فهنا الحاله دي عباره، وهنا الانفلترت عباره عن نيتروفيلز. طب انا كده عندي ديفرنشال دياجنوزيس سب كورنيال باستيول، يا ترى يا رب هي ايه؟ هقول عباره، وفي والميكانيزم بتاعي عندي سبونجوزس مش اكانسولايسس، خلوا بالكم. يبقى انا كده شلت السب كورنيال باستروديرماتوزيس تايب اوف اي جي اي بنفيجس من الموضوع. يبقى انا عندي كده ممكن سبكون الباسترال درماتوزيس برضو ممكن الاقي فيها شويه اكانسولايسس. يبقى انا ممكن عندي الباسترال سورايسس الاجب، عندي الكانديدا، عندي الفانجل انفكشن عموما وجيوغرافيك تانك. طب بقيه الحاجات الثانيه عندي طبعا لو جينا نبص نلاقي فيه باراكيراتوزيس على الطرف، عندي لو جينا هنا هنبص نلاقي فيه هنا طبعا هنا في شويه نيتروفيلز موجود في الاستراتام كونيوم اللي هو المرو مايكرو ابسيس، يبقى دي حاله باستيلر سورايسيس. وهنا طبعا انا مع ان اللي بيدير مش شكله كده بس مش قادر احدد الجرانيولر لاير، يبقى دي حاله باستيلر سورايس. فرضا جدلا لقيت هنا ايزينوفيلز كتير وفي نكريتيك كيراتينوسايتس، يبقى دي حاله اجب. تمام، يبقى انا كده قدرت اوضح الفرق ما بينهم. يبقى اول حاجه عندي انا قلت السبونجوتيك درماتايتس، نرجع تاني بسرعه كده عشان نراجع، يا اما كل ليمفوسيتك واشهر مثال ليها اكيوت درماتايتس الاكزما، والايزينوفيلك عندنا انسكت بايت والانكونتيننشا بيجمنتاي والالرجيك كونتاكت درماتايتس. طب حد بس كده لو حد يقدر يجاوبنا بسرعه، الفرق بين الالرجيك كونتاكت درماتايتس والايريتنت كونتاكت درماتايتس ايه؟ حد يقدر يجاوب؟ هقول الالرجيك كونتاكت درماتايتس دي عمليه فيها الايه، الانتيجين بريزنتنج سيلز هي المشكله فيها، وتكون ريبيتيتيف يعني لازم يكون اتعرضت للانتيجين كذا مره عشان يحصل البروسيس بعد كده. فهلاقي دايما غالبا الابيديرمس من فوق سليم والمشكله جوه زي ما احنا شفناها كده، لكن الايريتنت دايما هتلاقي في انجر الابيديرمس من فوق نتيجه كيميكال ماتيريال اكوستيك اللي اتعاملوا مع المنظفات، اتعاملوا مع اي مواد، فده اللي بيحصل ايريتنت كونتاكت درماتايتس. تمام، يبقى دي السبونجوتيك، ادي الاكزما، تمام، ادي دي انسكت بايت، بعد كده عندي دي باستيلر سورايسيس، بعد كده عندي الحاجه اللي احنا عارفينها كلنا في الانترا ابيديرمال فيزيكال فورميشن، الميكانيزم بيكون اكانسولايسيس. يعني ايه اكانسولايسيس؟
loss of cohesion between keratinocytes. تمام؟ يعني loss of cohesion الارتباط بين الكيراتينوسايتس وبعدها بدأنا نفقده. يعني كل كيراتينوسايتس المفروض ماسكة في اختها بديسموزوم وفتحت في البيزل سيلير ماسكة في البيزمنت ميمبرين بحاجة اسمها هيمي ديسموزوم. فبدأ الكونكشن ده يبقى مفصول. لما افصل الكونكشن ده خش الفلويد. وبعد كده في حاجة مهمة جدا، ربنا خالق الكيراتينوسايتس مضغوطة، فشكلها سواء كان بولي هيدرال في حالة البريكلس اللاير أو فلات شوية في حالة الستراتم كورنيوم والجرانس اللاير أو كيوبويدال في حالة البيزس اللاير، لما الخلية بتبدأ تسيب من اللي حواليها مفروض ان هما 4 أو 5 خلايا ماسكين في بعض، لما كل خلية تسيب التانية عشان الديسموزوم حصل فيه مشكلة الخلايا تاخد شكل مدور، يعني تبقى ايه يعني هيمسفيريكا في الاخر او تاخد شكل سيركلر في الاخر، فبنشوفها بنسميها اسمها اكانثوليتيك سيلز. يبقى انا عندي في حاجه اسمها اكانثوليسيس حصلت، ان بدات الكيراتينوسايتس تفصل من بعضها نتيجه مشكله حصلت في الديسموزوم في الكونكشن في الكوهيرنس بين الكيراتينوسايتس وبعضها، فبنسميها اكانثوليسيس. الكانثوليسيس حاجه، اكانثوليسيس حاجه من اتنين في الانترا ابيديرمال، خليكم معايا. بيكون حاجه من اتنين، يا اما اشوف الكليفت فوق البيزل سيلير على طول يعني جاست اباف البيزل سيلير، او ان هو جوه الابيديرمس يعني انترا ابيديرمال سب كورنيال بقى في الجرانيوس اللاير تحت الهورنلال على طول في المنطقه دي، فبسميها سوبرا بيزل او سب كورنيال. كلنا حافظين طبعا يعني اشهر حاجه في السوبرا بيزل بنفيجاس فالجاريز والفيرينت بتاعه الفيجيتنس، خلي بالكم. وبعد كده عندنا الدراج اندوست بنفيجاس بارن بلاستيك بنفيجاس والاي جي اي بنفيجاس. عندنا ده هنا هيبقى الانترا ابيديرمال تايب خلاص، لان احنا قلنا في عندنا نوعين انترا ابيديرمال سب كورنيال. طيب الانترا ابيديرمال ده يعتبر ديب شويه. بعد كده عندنا البنفيجاس هيربيتي فورمز الهيلي هيلي الدارير وجروفر ديزيز. سب كورنيال يعني الكليفت عندي سوبرفيشال قوي تحت الهورنلال على طول. طبعا اشهر حاجه عندنا اللي بنسميهم السوبرفيشال بنفيجاس الاثنين اللي شبه بعض تقريبا اللي هم البنفيجاس فليشيس وارثيماتوزس. طبعا الدراج انديوزد بنفيجاس بيبقى نوعين، في التريجرد وفي الانديوزد، ونوع منهم ممكن يبقى سوبر اور بيزل والتاني ممكن يبقى سب كورنيال. الاي جي اي بنفيجاس هنا النوع السوبرفيشال بتاعه اللي هو سب كورنيال تايب. تمام، يبقى انا عندي الاكانثوليتيك حاجه من اتنين، الكليفت اشوفه فوق البيزل سيلير على طول يا اما اشوفه تحت الهورنلال على طول. فوق السوبرا بيزل اشهر حاجه البنفيجاس فالجاريز فيجيتن الدراج انديوزد باراني بلاستيك الاي جي اي بنفيجاس الانتر ابيديرمال تايب البنفيجاس البيتي فورمز هيلي هيلي والدارير اند جروفر. السبكورنيال السوبرفيشال بنفيجاس فانكن فوليشيس ارثيماتوزس الدراج انديوزد برضو بشوفه هنا فوق الاي جي اي السبكورنيال تايب. نيجي بقى واحده واحده ونشوف. انا حبيت اجيب لكم الصوره دي في الاول ليه، لان الصوره دي يعني هي دي البدايه بتاعه البنفيجاس فالجاريس. ايه اللي بيحصل في الاول؟ بيحصل حاجه اسمها ايزينوفيليك سبونجيوزس، هي العمليه في الاول انتيجين انتيبودي رياكشن، بدا يحصل مايجريشن الكيموتاكتيك فاكتورز من هنا من تحت من الديرمس طلعت فوق على الابيديرمس، وادي الايزينوفيلز موجوده هنا اهي يا جماعه خلي بالكم، بدات تطلع فوق عملت اكزوسيتوزس بدات تتكون سبونجيوز. دي اول حاجه بتحصل خالص في البنفيجاس فالجاريس، وبرضه بتحصل في البولس بنفوجويد، لدرجه ان العمليه لو لسه اقل من كده شويه ممكن اتلخبط فيهم هما الاثنين، لازم ابص على الديرمس كويس، وممكن في الحاله دي حتى اضطر ان انا اعمل ايه ايمينو هيستيك ميستري عشان اشوف الفرق بين الاثنين واشوف الديبوزيشن بتاع الاي جي والكومبلمنت موجود فين بالظبط. يبقى انا هندي عندي بسميها انا ممكن هنا اقدر اوضحها شويه لان انا عندي الامور واضحه الى حد ما. ادي في كليفت موجود، الكليفت مكانه فين؟ بحسب المساحه فوق والمساحه تحت. تمام، تحت عندي لاير واحدة وفوق عندي 1 2 3 تقريبا، يبقى انا كده عندي سوبرا بيزل كليفت. الكليفت ده في عبارة عن ايه؟ هل هو سبونجوتيك؟ اكتر حاجة عندي هنا اكانسوليتيك. ليه؟ اما بصيت جوه هنا لقيت الكيراتينوسايتس بدأت تسيب من بعضها وبدأت تبقى مدورة وفي ايزينوفيلس، يبقى ده بنفيجاس فالجاريس. ادي الشكل بتاعنا اهو، دي اظن واضحة قوي. اعرف ازاي ان هي سوبرا بيزل؟ ببص من بعيد احسب فوق عندي قد ايه وتحت عندي قد ايه. ادي تحت عندي لاير واحدة، فوق عندي 1 2 ادي التلاتة لايرز موجودين. طيب هل هو عبارة عن سبونجوتيك ولا لا؟ بصيت هنا في الاطراف لا مفيش، ده بصيت هنا لقيت الكيراتينوسايت ثابت من بعضها، وهنا في البيزل لاير التعبير الشهير بتاعنا تومستون ابيرنس اللي هو شواهد القبور. يعني ايه شواهد القبور؟ الفكرة في حاجة ان انا عندي الكيراتينوسايتس المفروض هنا
كروابط مربوطه بالديسموزوم، يعني كل واحده مربوطه باللي حواليها. فلما حصل انتي بودي انتيجن انتي بودي رياكشن ثابت عمل لي الاكانسوليتيك سيلز، فبقت تايهه في وسط الكليفت. لكن هنا البروسيس حصلت في الديسموزوم فقط، يعني ادي كده اتجاه وان سايد حصل فيه ديسموزوم بروبلم، الناحيه الثانيه والناحيه الثالثه، لكن الناحيه الرابعه تحت فيه ديسموزوم ما فيش اي مشكله فيه، فعشان كده الكيراتينوسايتس قاعده لتحت ولكن فصلت من الجناب، فبنسميها التومبستون ابيرنس. تمام، يبقى ده بيمفجاس فالجارس. طب ايه دي بقى برضو عشان ايه نوضحها بسهوله؟ من بعيد انا شايف عندي سوبرا بيزل كليفت، ادي 1 لاير هنا يعتبر لو انتوا شايفين السهم خلاص، ودي فوق لايرز كتيره. طب ايه الشكل ده الغريب ده؟ انا هنا عايز اعرف المكان ده فين. المكان ده لما اجي ابص على المنطقه دي، اولا السيلز هنا شكلها بيل شويه بيل، وبعدين لما طلعت هنا انا مش شايف ستريتم كورنيوم. انا هنا فين يا جماعه؟ انا هنا في ميوكاس ميمبرين، ده اسمه ايبيثيليوم. ايبيثيليوم، يبقى انا عندي هنا سوبرا بيزل كليفت خلاص، واكانسوليتك سيلز اللي هي هنا واضحه هنا خالص اهي، اكانسوليتك سيلز اظن كتير جدا يعني. تمام، اكانسوليتك سيلز خلاص، وايبيثيليوم، وادي انفلتر تحت عندي ايزونوفيليك ايزونوفيلز وليمفوسايتس، يبقى ده اورال بيمفكس فالجارس. هنا دي بتورينا لو انا عندي مشكله، ساعات بتبقى الكليفت ممكن يكون قديم وحصل ريجنريشن، وطبعا احنا قلنا الحاجه دي قبل كده، الشروط اللي انا بعملها في البيوبس بتاعه الفيزيكالز او البول عموما لازم تكون ريسنت 24 ساعه، ولازم اخد الفيزيكال او البوله كلها عشان اقدر اشوفها مظبوط واعرف الليفل اوف كليفت موجود فين بالظبط. طيب واحد خد كليف يعني فيزيكال قديمه شويه، بيحصل ريجنريشن، طب بص تلاقي عندي اكن عندي اتنين ابيديرمس، طب انا عايز اعرف المشكله فين؟ انا مش هبص هنا، لازم ابص على البريفري بتاعي، البريفري بتاع الكليفت ذات نفسها. لو بصينا هنا هنلاقي في السيبريشن بدا يحصل، ركزوا كده هتلاقي السيبريشن بدا يحصل فين؟ سوبرا بيزل. تمام، وفي حاجه تانية كمان مهمه، وتحت هنا عندي الايزينوفيلز موجوده والليمفوسايت. لو انا عندي في الصوره في هير فوليكل، هبص الاقي في سيبريشن نازل تحت عند الهير فوليكل برضو كده وماشي معاها، دي كاركترستيك وباثوجنومينك للبنفجاس فالجارز، مش موجوده مع حاجه تانية الا مع مين؟ البنفجاس فالجارز. وفي حالات ساعات انا ممكن اخد شعرايه واشوف ال واصبغها عشان دي واشوف فيها سيبريشن موجود فين عشان اتاكد ان دي حاله بنفجاس فالجارز. دي هنا صعبه شويه، انا لما جيت ابص هنا مش قادر احدد، لكن لما بصيت ودققت لقيت عندي فيه هنا كليفت موجود تحت، طبعا يعني واضح قوي ان هو سوبرا بيزل لان انا عندي مساحه كبيره فوق، وهنا كمان عندي كليفت موجود، لكن اكتر شايف كوليكشن اوف حاجات ايزونوفيليك هنا وهنا، وفي ابيديرمال هايبر بليزيا اللي بنسميها سودو ابيثيليوماتس هايبر بليزيا. سودو ليه؟ لان ديت ما هيش مالجنسي، لان هنا الابيديرمس كبر قوي، يعني في اكنسوزس واضح وفي بابليموتوزس واضح واللونجيشن في الريتريجيس، وفي انفلترت عباره عن كولكشن اوف ايزينوفيلز. يعني ببساطه انا قربتها لكم قوي، دي صوره ثانيه من صور البنفجاس فالجارز اللي هو الفيريانت بتاعه الفيجيتنز. الفيجيتنز ما هو الا عباره عن بنفجاس فالجارز ولكن حصل بروفريشن الابيديرمس، فطبيعي هيبقى هو نفس التغيرات سوبرا بيزل كليفت واكنسوليتك سيلز. تمام، لكن هنا بصوا الفيجيتنز معلومة كلينيكال كمان ومعلومة عموما يعني كتريتمنت، الفيجيتنز من الحاجات الريزيستنت جدا للتريتمنت، يعني لما يجي لك حالة بنفجاس فيجيتنز ما تفكرش ان هي سهلة، لا بتبقى ريزيستنت اكتر من البنفجاس فالجارز، وفي حالات ريبورتد ان هو كانت فالجارز وتحولت لفيجيتنز، فخلي بالكم من الموضوع ده. يبقى انا عندي هنا في سوبرا بيزل كليفت، وادي عملية الايزينوفيلز موجودة هنا اهي، يعني الفلترت واضح قوي، وفي سودو بيسوليماتس هايبر بليزيا، يبقى ده عباره عن بنفجاس فيجيتنز. تمام، بنفجاس فيجيتنز، ماشي يا جماعه. طيب نبص هنا من بعيد كده ايه اللخبطه اللي انا فيها دي؟ طب ما دي برضو في عندي الابيديرمس كبير، ابيديرمال هايبر بليزيا، وفي اكنسوز واضح وشويه بابليماتوزس وكلام من ده، وفي عندي كليفت. بصوا هنا الكليفت عامل ازاي اهو، ادي الكليفت هنا اهو. تمام، الكليفت باين الناحيه دي، يعني تقريبا اخد الابيديرمس كلها. طب بس لما اجي ابص كده انا مش شايف انفلترت كتير، يعني العمليه مش واضحه. وبعدين هنا لما جيت بصيت على الاكنسوليتك سيلز من بعيد حاسس ان ايه، يعني مجموعات ماسكه في بعضها، مجموعات ماسكه في بعضها. لما جيت قربت الصوره شويه ادي الاكنسوليتك سيلز، انا عايز اثبت لكم الصوره هنا بس شويه عشان نشوف. تمام، الاكنسوليتك سيلز هنا، السهم بس يجي معانا،
عبارة عن مجموعات من الكيراتينوسايتس ماسكة في بعضها، ما هيش كل خلية منفصلة بذاتها، يعني كل تقريبا 5 أو 6 أو 10 كيراتينوسايتس ماسكين في بعض ومفصولين. دي اللي بنسميها dilapidated brick walls. طيب دي تبقى فين يا جماعة؟ دي في حالات الايه، اهو ادي الصورة قريبة قوي، ادي الاكانسوليتك سيلز بارشيال اكانسولايسيس، لان طبعا العملية هنا هيريديتري، ما هيش انتيجين انتيبودي رياكشن، يعني ما هوش واحد بيضربك برشاش، ده هو واحد ماسك شاكوش وعمال يكسر في الكيراتينوسايتس، تمام؟ فعشان كده بتبقى بارشيال اكانسولايسيس. بصوا هنا المجموعة دي كده، لو انتوا شايفينها ادي مجموعة كيراتينوسايتس بدأت تفصل من بعضها، وادي التانية وادي التالتة وادي الرابعة، دي اللي بنسميها ديلابيتيتد بريك وول. دي في حالات ايه؟ الهيلي او الايه؟ الفاميليال بيمفيجس. طيب اللي شكله على طول بنتلخبط فيه اخوه التاني برضو من بعيد كده، انا هبص هلاقي فيه عندي ايه؟ ادي سوبرا بيزل كليفت، ليه؟ لير واحدة تحت والباقي فوق. يبقى انا دخلت عندي في السوبرا بيزل جروب، طب يا رب هي سبونجوتيك؟ لا. طب ليه؟ لان في عندي كيراتينوسايتس فصلت من بعضها هنا، هي اكانسوليتك. طب هل هي بنفكس فالجارز؟ لا برضو. ليه؟ لان مش شايف انفلتريت كتير واضح ما عندي، ومش شايف التومستون ابيرنس، لكن شايف عندي حاجه مهمه قوي، اللون البينك ده لما بشوفه من بعيد بعرف ان في حاجه اسمها ديسكيراتوزيس. يعني ايه ديسكيراتوزيس؟ حاجه اسمها فولت كيراتينيزيشن اوف كيراتينوسايتس. المفروض ان في حاجه اسمها في اوردرنج، لو انتوا ذاكرتوا كويس كده في الجينو درماتوزيس هتلاقي في حاجه اسمها اوردرنج اوف كيراتينيزيشن، يعني الخلايا المفروض طالعه من تحت ربنا خالقها كده، في تطور طبيعي، في ايفوليوشن بيحصل من ان هي بيزل سيل لبريكل لجرانيولر لهورني عشان تعمل حاجه اسمها كيراتينيزيشن. لما يحصل غلطه بريماتيور او ليت او ايا كانت في الكيراتينوسايتس في الاوردرنج ده بنسميها ديس كيراتوز. الديس كيراتوز مش بريماتيور كيراتينيزيشن، خلي بالكم، هو فولتي كيراتينيزيشن، يعني في غلطه حصلت فيها. فهنا في بتبقى لونها ايه؟ لونها بينك، تمام، وبيبقى في بيضيع المعالم بتاع الكيراتينوسايت، تحس انها ساحت في بعضها. ادي ديسكيراتوزيس، ودي مجموعه تانية، ودي مجموعه ما شاء الله كبيره جدا هنا بنسميها ديسكيراتوزيس كيراتينوسايتس. وطبعا عندي بقيه التغيرات في هايبر كيراتوزيس، في اكانسوزيس، وفي السوبر بيزا كليفت مع الديسكيراتوزيس، دي كلها بنسميها ايه؟ دارير ديزيز، تمام. ادي واضحه ده اسمه ايه؟ ديسكيراتوزيس. الدايره دي كلها ديسكيراتوتيك كيراتينوسايتس، تمام. دي كانت المجموعه الاولانيه اللي هي السوبرا بيزل. طيب نيجي تانية، لو انا بصيت لقيت في سيبريشن من بعيد كده، الله، في برضو كليفت جوه الابيديرمس، لان عندي ستراتم كورنيوم وادي تحت الديرمس والسوبرا والبيزل سيلير هنا. طب مكانه فين؟ ادي عد، ادي البيزل سيلير وادي البريكل، وجزء هنا من الجرانيول وجزء من الجرانيول. لا ده كده هنا عندي فين؟ يعتبر سب كورنيال كليفت. ابص جواه هلاقي في عباره عن اكنسوليتك سيلز موجوده. ايه اشهر حاجه عندي؟ اشهر حاجه عندي طبعا عندنا سوبرفيشال بينفيجاس، سواء كان بينفيجاس فليشيس او ارسيماتوزس. وعشان افرق ما بينهم هنا، بين فليشيس وارسيماتوزس بيكون الكلينيكال بتاعي. وفي بقى معلومات تانية لو انتوا عايزين، يعني الناس اللي حابه تتعمق شويه، البينفيجاس ارسيماتوزس سموه كده عشان هو كلينيكالي بيبقى قريب شويه من اللوبس ارسيماتوزس، بياخد السايتس بتاعته. وباثولوجيكالي الى حد ما ساعات ساعات، عشان بس نكون واضحين مع بعض، ممكن الاقي في فاكولار ديجنريشن في البيزل سيلير ممكن، وكمان ان انا ايمنوهيستيك ميستري ممكن الاقي ديبوزيشن في اي جي كومبلمنت 3 عند الديرمو بديرمال جانكشن زي اللوبس باند تيست بتاع اللوبس ارسيماتوزس. وكمان سيرولوجي ساعات بلاقي فيه الان ايه، ان ايه اللي هو انتي نيوكلير انتي بودي بوزيتيف، يبقى انا كده بنفجس ارسيماتوزس يشبه اللوبس ارسيماتوزس في ايه؟ في 4 حاجات. ركزوا معايا، كلينيكالي السايتس بتاعتي، كمان عندي باثولوجيكالي ممكن الاقي فاكولار ديجنريشن، اميون هيستيك ميستري اللوبس بنتست ممكن يبقى بوزيتيف، سيرولوجي ممكن الاقي الاي ان اي بوزيتيف في بعض حالات البنفيجاس ارسيماتوزس. يبقى ده عندي كده انا لخصت تاني حاجه من الفيزيكال بولس باترن بتاعي اللي هو الاكانسوليتيك، يعني الميكانيزم عندي حصل اكانسولايسز لوس اوف كوجن بتوين كيراتينوسايتس، وقسمناها سوبرا بيزل او سوبكورنيال. وقلنا السوبرا بيزل عندنا اهم حاجه الفالجارز الفيجيتانز والهيلي هيلي والدريير، سبكورني سوبرفيشال بنفيجاس، تمام. وادي قلنا دي زونوفيليك سبونجوزس، وادي بنفيجاس بالجارز وتومبستون ابيرنس، وادي دي ميوكاس ميمبرين او اورال بنفيجاس. وبعدين قلنا هنا ببص على بدايه السيبريشن موجوده فين بالظبط، عشان دي تبقى بنفيجاس بالجارز والازونوفيلز تحت. وبعد كده قلنا الفيجيتانز واهم مميزه هو شبه الفالجارز، لكن هنا الانفلترت عنيف شويه، والسودو بوسيليماتس هايبر بليزيا. بعد كده الهيلي هيلي اهم مميزه هو الديلابيتيد بريكوزولال انكومبليت او البارشال اكانثولايسز.
بعد كده قلنا عندنا الدارير، واهم ما يزهو وجود الديسكاراتوتيك كيراتينوسايتس مع السوبرا بيزل كليفت. بعد كده السوبرفيشال بنفيجس، وجود الاكنسوليتيك سيلز وسب كورنيال كليفت موجود عندي. تمام، الصوره دي بتوضح لنا الفرق بين السوبرا بيزل كليفت، ادي السوبرا بيزل كليفت هنا هنعد نلاقي لير واحده وبقيه الثلاثه ليرز فوق، هنا الثلاثه ليرز تحت ولير واحده اللي فوق، يبقى انا عرفت يعني ايه سوبرا بيزل كليفت ويعني ايه سب كورنيال كليفت. ويبقى الجزء ده هو ده واحد من الانترا ابيديرمال فيزيكال فورميشن، قلنا الاسبونجوتيك ميكانيزم وقلنا الاكانثوليتيك ميكانيزم. تالت حاجة عندنا ان ممكن يحصل بالونينج. طيب احنا قلنا اول واحدة او اول اتنين عندنا عموما هو حاجة من حوالين الخلية ذات نفسها. يعني ايه حاجة من حوالين الخلية؟ يا اما فلويد اتجمع في حالة الاسبونجوسس، او ان في انتيجين او مش انتيجين عموما حصل loss of bonds او الكونكشن بين الكيراتينوسايتس وبعضها، فبدأ برضو الفلويد يتجمع يعمل لك ليفت. الفرق بين الاولانيه بين الاسبونجوتيك والاكنسوليتيك، نوع الانفلتريت، الليفل اوف كليفت برضو بيفرق، ولمانع ان انا ممكن الاقي في كونكشن بين الاثنين وبعض. تالت حاجه عندي حاجه من جوه الخليه، الخليه حصل فيها تشينجز من جوه، التشينجز دي بدات تنفخ الخليه، بدات تكبر زي البالونه بالظبط. ممكن اتاني انفخ في البالونه، انفخ فيها لحد ما تبقى رقيقه جدا وبعد كده تنفجر. لما انفخ فيها قوي هتديني شكل الفيزيكال او البله، لانه هي صغيره او لو نفختها حاجه بسيطه كده تبقى في مكانها الطبيعي، لكن لو نفختها قوي بقت واخده شكل البالونه وهنا تعمل لي فيزيكال. وما يكونوا جنب بعض كل الخلايا ممكن يعملوا سيبريشن جول ابيديرمس فيديني بالونينج ديجنريشن او بالونينج فيزيكال بولس ديرماتايتس. هنا العمليه بتحصل بحاجه من اتنين، يا اما يحصل نيكروزس في الكيراتينوسايتس، حصل تشينج عموما في حاجه رايحه للخليه مش موجوده فبدات تتغير وبدات تتنفخ وبعد كده يحصل فيها نيكروزس وتموت، او ان في حاجه دخلت جوه الخليه وبتعيش عليها وبدات تنفخها لحسابها. تمام، لكن مش هتموت الخليه لان هي محتاجاها، خلي بالكم يعني الموضوع ده قوي مهم. وزن كروت الكيراتينوسايتس يعني في حاجه حصلت جوه الخليه وبتدمرها فبدات تكبر وعملت للفيزيكال، والحاجه الثانيه دخلت جوه الخليه محتاجاها عشان تعيش جواها فبتحافظ عليها مش هتموتها. الاولانيه اللي هو وزن كروتيك كيراتينوسايتس اللي هم مجموعه النيكروتيك اريسيماز عموما، سواء كان نيكروتيك اكرال اريسيما، المايجراتوري اريسيما، الاكروديرماتاز كونتين انتروباسيكا والبلاغرا، دول كلهم حصل هنا في يعني حصل ديفيشنسي، حاجه ناقصه زنك، سواء كان البلاغرا فيتامين بي، سواء كان الزنك هنا او هنا، يعني كروتيك اكرال اريسيما الزنك، المايجراتوري اريسيما عندنا كولوكونوما سندروم، عندنا الاكروديرماتايتس انتروباسيكا الزنك ديفيشنسي اصلا. تمام، برضه عندنا فيتامين بي، فكل ده ديفيشنسي، حاجه ناقصه في الخلايا في التكوين بتاعها فبدات تتنافخ من جواها، بدا يحصل لي بالونينج او وزود نيكروتيك كيراتينوسايت، يعني هي سليمه. اي فيرال انفكشن ابيديرمال هيخش ممكن يعمل المشكله دي، واشهرهم طبعا عندنا الهربس فيروس، الهربس سيمبلكس، والزوستر برضه ممكن نعمل المشكله، ميركوري نودلز الاورف. تمام، اللي حصل ان فيروس دخل جوه الخليه هو محتاج الخليه فبيحافظ عليها، لكن بياخدها لحسابه عشان السيل سايكل بتاعته تتجدد ويبدا يكبر جواها، فبيحصل بالونينج بتتنفخ الخليه. تمام، ما نيجي نبص هنا، ادي الشكل بتاعنا، حصل نيكروز في الكيراتينوسايتس. يعني ايه نيكروز؟ ده مش شكل الكيراتينوسايتس، يعني شايفين دي واحده بقى الحجم بتاعها قد ايه وحصل فيها نيكروز لان بقى لونها ايزينوفيليك. ادي الخليه الثانيه النيوكليا جواها اهي، لكن ده مش حجم كيراتينوسايتس، ده كبيره جدا على فكره. دول مش اتنين نيوكليا، دي واحده والثانيه وراها عشان القطعه بس ما حدش يفهم غلط. يعني دي خليه والنيوكليا الثانيه دي بتاعت خليه تحتها، فهم فوق بعض، ما همش يعني خليتين في خليه واحده. فهنا الخليه كبرت، حصل فيها بالونج وحصل نيكروزس، وكمان وصلت لدرجه ان هي عملت سيبريشن، دي في حالات النيكروليتيك اريسيماس اها. يعني ادي مقرب اكتر قوي، ادي شكل الكيراتينوسايتس كبر، ده البالونينج لدرجه ان هو عمل سبيس هنا انترا ابيديرمال كليفت. هنا الميكانيزم اوف بولا فورميشن از ايه؟ نرجع تاني عشان ما تنسوش، بالونينج ديجنريشن وزن كروتيك كيراتينوسايتس. يبقى دي عباره عن افكر انا هربط كلينيكال مع باثولوجي، يبقى انا عندي خلاص التشويسز عندي محدوده، نيكروتيك كيراتيماز، اكروديرماتاس انتروباسيكا، بلاغرا، هفكر في اللي موجود عندي وهشخص بعد كده باذن الله. طيب دي اللي هي الثالثه عندنا، الحاله الثانيه عندنا اللي هي وزاوت نيكروتيك كيراتينوس. انا بصيت على الكيراتينوسايتس لقيتها برده كبرت قوي. تمام،
يعني بنشوف واحده لوحدها ادي عباره عن كيراتينوسايتس كبرت 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 وبدات تعمل سيبريشن في بعض الاماكن. انت دي الصوره ديت هاي باور بس معلش. لكن هنا كمان لقيت عملت ايه، جمعت يعني مالتي نيوكليتد جوينت سيل، مالتي نيوكليتد جوينت سيل هنا كده منفوخه اللي هي بنسميها سينسيتشال جوينت سيل اللي هي بتاعت الهربس فيروس. تمام، يبقى دي عندي الحاجه الثالثه اللي بتسبب لي بولو فورميشن في قلب الابيديرمس اللي هي ايه، بالونج، يعني السيل اتنفخت. حاجه من اتنين، يا حصل نيكروزس في الكيراتينوسايتس يا اما ما حصلش. حصل نيكروزس قلنا اشهرهم من نيكروتيك اريسيماز، ما حصلش اشهرهم الهربس فيروس. وادي الشكل هنا وادي الشكل هنا. طيب اخر حاجه عندنا في الميكانيزم اوف بولو فورميشن انترا ابيديرمال، خلوا بالكم معايا انترا ابيديرمال، ده كله انا لسه جوه الابيديرمس ما طلعتش. حصل ديجنريشن في الخليه، هنا في جينيتك بروبلم غالبا، يعني جينيتك بروبلم حصلت، حصل ديفكت في التكوين بتاع حاجه معينه فبدات الخليه يحصل لها ديجنريشن. الديجنريشن هنا بيحصل على مستوى الجرانيوس اللاير في الكيراتينوسايتس في الجرانيوس اللاير، واشهرهم عندنا الابيدرماس بلوزا سيمبلكس اللي هي السوبرفيشال تايب او فريكشن بلاستر. الناس اللي بتشتغل فين، ودي بنشوفها كلنا، الناس اللي بتشتغل زي الميكانيكيه مثلا، او واحد مثلا زينا كده من الدكاتره مسك الشاكوش كده ساعتين ولا حاجه، او حتى مش ساعتين مش يعني مسك الشاكوش نص ساعه بايده، هيبص يلاقي عنده ايه اللي احنا بنسميه الفقفيه، بوله ظهرت في ايديه، دي بنسميها فريكشن بلستر، حصل سيبريشن في على مستوى الجرانوس اللير ديجنريشن، انا ضغطت على الخلايا فدمرتها فبتعمل لي انترا جرانيولر كريفت او بولا فورميشن، او انترا بيزل في قلب البيزل سيل لير ذات نفسها اللي هي الابيدرمولاس بلوزا سيمبلكس. بقيه الانواع وانا هجيب لكم عشان بس اريحكم من الموضوع ده. الابيدرمولاس بلوزا سيمبلكس بتبقى نوعين اتنين، يا اما الكليفت بتاعي سوبرا بيزل ودي النتيجه الديفكت اوف بلاكوفيلين ديفيشنسي ليثال اكنسوليتيك ابيدرمولاس سيمبلكس والسوبرفيشيالس تايب. البيزل تحت اللي هي بتبقى حصل ديجنريشن في البيزل سيلير ذات نفسها دولينج ميرا الجنرالايز تايب الاوتوزوم ريسيسيف تايب الموتل ويز موتل هايبر بيجمنتيشن مع الماسكولار ديستروفي مع الاوجنا تايب ومع الميجراتوري سيرسيناتا تايب، وفي اللي بيحصل معاه بايلوريك اتريجيا. ده على حسب الديفكت حصل فين. طبعا الاشهر عندنا ان حصل ديفكت في كيراتين 5 و14، لكن في بقى ممكن يحصل ديفكت في البلكتين، ممكن يحصل ديفكت في الاكتين، كل ده بيبقى بيدينا انواع مختلفه من ابيدرمولايس بلوزا سيمبلكس. وهنا اما يكون سوبرا بيزل او بيزل. وادي الشكل بتاعنا حصل هنا، ادي عندي كليفت هو فين انتر ابيدرمال لاني قادر اشوف البيزل سيلير تحت عندي. لكن اللي هنا مختلف، انا عندي انفلترت مش كتير تحت، اللي يفرق عندي هنا انا بصم تحس ان الخلايا بتاعت البيزل سيلير مقسومه نصين، نصها فوق والنص يا عيني تحت موجود هنا. يبقى ده الديفكت هنا، ادي جزء من البيزل سيلير هنا اهو ودي فاضيه والبيزل سيلير فوق، يبقى انا عندي ديفكت هنا على مستوى البيزل سيلير، وهنا الانفلترت ضعيف شويه او بور سيل انفلترت فبنسميها الابيدرمولاس بلوزا سيمبلكس البيزل. طيب نيجي بعد كده عندنا لاخر حاجه في اليوم بتاعنا النهارده اللي هو السب ابيدرمال، سب ابيدرمال بولا فورميشن، يعني حصل كليفت او بولا او فيزيكال بس الليفل بتاعها تحت الابيدرمس. ودي عندنا هنا برضو هنشوف هنا بقى مش ميكانيزم اوف بولا فورميشن، هنا عشان اقدر اشخصها بشوف الانفلترت بتاعي، لان انا عندي هنا تحت الدرمس ده هو جزء المصنع اللي بيحصل فيه التحضير وال يعني الشغل اللي بيحصل على الحدود عشان يظبط لي الابيدرمس فوق. فهنا الفيسيولوجي كله عشان فوق مش عشان تحت. فهنا هشوف نوع الانفلترت بتاعي، هل هو تقريبا مفيش او قليل او سبارس او نو انفلترت، ولا هو ليمفوسيتك ولا زينوفيلك ولا يا ربي هو نيوتروفيلك، يعني تقريبا مفيش انفلترت او حاجه قليله جدا، ولا هو ليمفوسايتس ولا نيوتروفيلز ولا ايزينوفيلز. طيب نبدا واحده واحده. اول حاجه خالص لو سبارس او نو انفلتر، يعني الانفلتر تقريبا يكاد يكون منعدم او مفيش خالص في حالات الابنورمس بلوزا، سواء كان اللي هم الديب تايب اللي هم الجانكشنال والديستروفيكا. وانا ك اتش اند اي ما اقدرش افرق ما بينهم، انا كل اللي هقوله عندي سب ابيديرمال كيفت ويز نو اور مينيمال انفلترت، يبقى دي ديب ابيديرمولاس بلوزا، لازم اعمل الكترون ميكروسكوب عشان احدد ليفل اوف سيبريشن سواء كان عند اللامينا لوسدا او السب لامينا دنسا، يبقى هشوف الليفل اوف سيبريشن موجود فين. وكمان ممكن اعمل بعد كده عندي جينيتك ستاديز عشان اشوف الديفكت موجود فين، لان كل نوع من الانواع دي لها السب تايبس فلازم احدد انا موجود فين بالظبط. يعني مثلا عندي في الدستروفيكا ديفكت في كولاجين 7 وعندي الدستروفيكا فيها من انواع كتير، يعني في عندي مثلا دراس بلوزا بريرجونوزا ديفكت في كولاجين 7 A1
الجانكشنال عندي ديفكت في اللامينينز، ودي مجموعه كبيره جدا، فلازم يبقى عندي فيرزر ستاتس. تاني حاجه عندي البورفيريا، بعد كده عندي المراس باللوزة اكويزيتا، ولكن هنا بيبقى النوع اللي هو النون انفلاماتوري تايب، لان الاكويزيتا عندي نوعين اتنين، يا اما ميكانيكال يا اما انفلاماتوري. الميكانيكال غالبا ما بشوفش فيها انفلترت، لكن الانفلاماتوري تايب هي اللي بشوف فيها الانفلترت، وبتكون تبع النيتروفيليك تايب. نبدا نبص انا من بعيد كده، سهله جدا يا ربي. انا عندي هنا في كليفت موجود، طب هو ابيديرمال ولا سب ابيديرمال؟ انا قلت لكم لما عاوز اعرف هبص على الطرف بتاع مين، الطرف بتاعي هنا. هنا لا، ادي عندي الابيديرمس موجود، خش خش طلع كله فوق، يبقى دي سب ابيديرمال كليفت. من بعيد انا بصراحه مش شايف هنا اي انفلترت موجود، لكن بالنسبه لنا ممكن اقول لكم ان في هنا كمان فايبروز بدا يحصل في هنا، يعني في هنا فايبروزس، لان الكولاجين هنا الريمودلنج بتاعه مش مظبوط، يعني الاوردرنج بتاع الكولاجين هنا مش مظبوط، والفاسكولاريتي هنا فيها مشكله، فهنا في حصل كمان فايبروز موجود، وريجنريشن بدا يبقى موجود من شكل البلاد فيزز والكولاجين. فدي عندي يا اما ابيدرمالس بلوزا ديستروفيكا او جانكشنال. انا من هنا ما اقدرش احدد، لازم اعمل الكترو مايكروسكوب، وادي هنا عشان اتاكد قوي ان هي سوبرا بيزل، ادي الابيدرمس ماشي معاه، طلعت هنا اتاكد ازاي ان هنا، ادي الميلانوسايتس والميلانين، دي معروف ان هم موجودين في البيزل سيلير، يبقى انا تحت سب ابيدرمال كليفت. انفلترت هنا تقريبا يكاد يكون منعدم، يبقى دي المناسب باللوزة اكويز ديستروفيكا او جانكشنال. النوع الثاني هو البورفيريس. البورفيريس عامله زيها بالظبط، يعني انا عندي سب ابيدرمال كليفت برضو، تمام، ومفيش انفلترت، لكن هنا بتفرق حاجه اسمها ايه، كوفينج. بص على الدرمال بابيلي، دخلت جوه الكليفت، عملت زي الايه كوفينج، دخلت كده عملت ايه كوفينج، حاجه بنسميها كوفينج جوه الكليفت. دي بتاعت مين؟ دي سبيسيفيك للبورفيري، ونتاكد او بنعمل اميون هيستك ميستري. سؤال بقى هنا كده لو حد يفكر فيه، انا ما بعمل اميون هيستك ميستري بعمله عشان عندي انتيجين وانتي بودي، طب البورفيريس ديت حاجه جينيتك اصلا، يعني في ديفكت حصل والبورفيرينز حصل لها ديبوزيشن وحصل مشكله، طب ازاي انا بعمل اميون هيستك ميستري هنا او اميون فلوريسنس، معلش سوري، اميون فلوريسنس. الاميون فلوريسنس هنا بعمله ليه؟ لان اصلا البورفيرينز عندي دي فلوريسنت، يعني هي بتقبل ان هي تاخد الصبغه دي وتنور بعد كده زي ما بيقولوا، وهنا بنلاقي الديبوزيشن بتاعها حوالين البلاد فيزلز، تمام. يبقى ادي هنا ادي الكوفينج اللي موجود اهو، وادي الفلوريسنس بتاع البورفيرينز عندي عند البلاد فيزلز وعند الكوفينج الموجود ديرما بابيلي، دي حاله بورفيريا كوتينيا تاردا. يبقى ده اول حاجه عندي سبارس او نو انفلتر. تاني حاجه ليمفوسيتك، يعني انا بصيت على الانفلتر جوه الكليفت او تحت الكليفت، لقيت فيه عباره عن ليمفوسايتس كتير، ودي مجموعه كبيره قوي، من اشهرها عندنا الريسيما مالتيفورمي لايكن سكلوس اي اتروفيكس البولس تايب، في عندنا الجرافت فيرس هوست ديزيز الاكيوت فيز مش الكرونيك، البولس لايكن بلانس والبولس بالمورفس لايت ربشن. طيب هنعرف نفرق ما بينهم ازاي؟ بسيطه قوي. الارسيما مالتي فورم مش شرط ان انا اشوف معاها كليفت فورميشن، لكن ايه اللي حصل؟ هو المفروض بيحصل معاها فاكيولار ديجنريشن، تمام، او انترفيس درماتايتس. يعني ايه انترفيس درماتايتس؟ يعني حصل مشكله في الخط المواجهه بين الابيديرمس والديرمس هنا. فالفاكيولار ديجنريشن يعني الفاكيولار ديجنريشن يعني البيزل بدات تفصل من بعضها، البيزل سيلز بدات تفصل وبينها وبين بيزمنت ميمبرين، فبدا يعمل ايه السبيسز دي، بدات تبقى سيفير قوي، عملت لي كليفت تحت الابيديرمس. من اهم ما يميز الرسيما مالتي فورمي ان الاقي تشينجز هنا سيفير قوي، والستراتم كورنيا ما شاء الله سليم، ما فيش فيه اي تشينجز، لان العمليه هنا يعني كانت سريعه جدا لدرجه ان الستراتم كورنيا محتفظه بشكلها، وحصل هنا نيكروز في الكيراتينوسايتس وفاكر ديجنريشن، وهنا عباره عن الليمفوسايتس اللي الخلايا الزرقاء اللي جنب بعضها. يبقى دي حاله الرسيما مالتي فورمي، واللي شكلها طبعا الستيفن جونسون، يعني الاثنين شكل بعض. التن بتبقى صوره اعنف من كده، بقى في هنا ماسيف نيكروزس موجود في الابيديرمس. الحاله الثانيه هنا لما جيت ابص انا لقيت الدنيا هنا تقريبا الابيديرمس عن الديرمس هنا بادئ يفصل، تمام، يعني داخل على يعني ما يمثل ان هو دي كلينيكال، ممكن الاقي في فيزيكال هنا، يعني دي داخل انه يعمل سب ابيديرمال كليفت هنا، الابيديرمس هنا والديرمس هنا. طب ايه هنا الحاله دي؟ انا عندي في اتروفي في الابيديرمس، بعض الاماكن لو دخلت يمين او شمال هلاقي فيها فاكر ديجنريشن شويه. اهم حاجه هنا ما يميز الحاجه دي ان انا مفروض طبيعي اناتوميكالي ان انا الاقي البلاد فيزلز اللي هي السوبرفيشال بلكسس موجوده هنا، ببص الاقيها نزلت تحت هنا، يبقى في يعني شايفين السوبرفيشال بلكسس نزلت تحت عندي هنا، يبقى انا عندي اللورنج داون بوزيشن
بتاع سوبرفيشال بليكسس اللي بتاعت الدرمس نزلت تحت. دي اهم ما يميز مين؟ اهم ما يميز لايكن سكلوروس اتروفيكس، وهي عملت سب ابيدرمال كليفت، يبقى دي البولس تايب بتاعها، وعلى فكره بتيجي بالامتحانات كتير. طيب انا عندي هنا كمان في كليفت، بصيت ادي الابيدرمس فوق والدرمس تحت، لكن هنا في حاجه تانية. يعني انا عندي سب ابيدرمال كليفت وفي انفلترت ليمفوسايتس ما شاء الله، يعني شايفين عريض، بنسميه باند لايك انفلترت او بيسميه لايكنويد باتر، خلاص حلو كده. بعدين بصيت جوه الابيدرمس لقيت فيه هايبر جرانيولوزيس ويدج شيبد هايبر جرانيولوزيس وفي اكانسوزيس، يبقى انا عندي حاله لايكن بلانس، لكن كمان بقى فيها كليفت بسميها بولس لايكن بلانس. طب في واحد هيقول لي ايه الفرق بين اللايك بولس لايكن بلانس واللايكن بلانس بنفوجويد؟ البولس لايكن بلانس هو لايكن بلانس عادي جدا، لكن في ليجن معين حصل فيه سيفير فاكولار ديجنريشن في البازل سيلير فبدا يفصل فعمل لي فيزيكال او بول، ويبقى الباثولوجي بتاعه في نفس الليجن هو باثولوجي اللايكن وباثولوجي السب ابيدرمال كليفت موجود. لكن اللايكن بلانس بنفوجويد هو انا عندي العيان فيه مرضين مختلفين، في لايكن بلانس موجود وفي بولس بنفوجويد موجود، فلازم اخد اتنين بايوبسي، واحده من اللي انا شاكك فيها ان هي لايكن بلانس، واحده من اللي شاكك فيها ان هي بولس بنفوجويد. بتاعت اللايكن بلانس اتشينجز عادي جدا بتاعت لايكن، بتاعت البولس بنفوجويد اتشينجز عادي جدا بتاعت بولس بنفوجويد، فبسميها لايكن بلانس بنفوجويد. لكن دي بولس لايكن بلانس، هو لايكن بلانس عادي جدا ولكن الفاكولار ديجنريشن كان سيفير قوي ففصلت فعمل لي سب ابيدرمال كليفت. واحد هيقول لي طب ما دي سوبرا بيزل، هقول له لا انا عندي كل البيزل سيلير موجوده هنا، هتاكد بوجود الميلانوسايتس موجوده فوق. رابع حاجه خالص بولس بوليمورفس لايت ايربشن، هنا الإديمة خلي بالكم شفت انا بقول ايه. بولس البوليمورفس لايت ايربشن عباره عن حاجه سبونجوز، بصوا فوق كده في الابيدرمس في هنا سبونجوز بين الكيراتينوسايتس وبعضها، وبيبدا كإديمة تحت في الدرمس. الإديمة كانت سيفير قوي، شايفين الاوكسيتالام فايبرز بتاعت الالاستيك فايبرز الموجوده هنا، والكولاجين الريموديلنج بتاعه بقى اتغير، اتشد من بعضه، تحس ان هو اتمزع. الإديمة هنا سيفير قوي تمام، وادي الليمفوسايتس موجوده اكنها عملت كليفت سب ابيدرمال كليفت سيفير إديمة وليمفوسايتس، يبقى دي عباره عن مع الكلينيكال هنا دي بولس بوليمورفس لايت ايربشن. طيب يبقى دي عندنا خدنا اتنين جروب من السب ابيدرمال، اول حاجه خالص قلنا سبارس او نو انفلتريت اللي بده مصب اللوزة سواء كان جانكشنال او ديستروفيكا، والبورفيريا والاكويزيتا اللي هي الميكانيكال تايب، ودي قلنا دي ديستروفيكا او جانكشنال، وهنا الكوفينج بتاع البورفيرياز، وادي الميوفلوريسنس بتاعنا تمام. الليمفوسيتك قلنا السيم مالتي فورمي لكن سكوس اتروفيكس بولس لايكن بلانس والديرمورفس لايت ايربشن، هنا دي حاله السيم مالتي فورمي، وقلنا اللي بيهمنا هنا بص هنا النكروتيك كيراتينوسايتس كتير والاستراتم كورنم كويس والفيكر ديجنريشن والليمفوسايتس موجود هنا. بعد كده لايكن سكوس اتروفيكس، بعد كده عندنا بولس لايكن بلانس والبيلمورفس لايت ايربشن. تالت حاجه عندنا والمجموعه اللي انتوا حافظينها كلكم واسهل حاجه ممكن ما اقولهاش الايزونوفيليك سب ابيدرمال جروب، واشهر مميزها البولس بنفوجويد والهيربس جستيشنس او البولس بنفوجويد بريجننسي، وبرده عندنا السكتيشال بنفوجويد ممكن يتحط هنا وممكن يخش مع النيتروفيليك تايب اللي هو الميوكاس ممبرين بنفوجويد وبولس انسكت بايت. لاحظوا هنا قلت الانسكت بايت هنا وقلتها في الانتر ابيدرمال تايب، يعني عشان كده اقول لكم خلي بالكم دايما انا عندي ايه المشكله واعرف انا موجود فين بالظبط، واعرف الباثوجينيسيس بتاع ايه، وبعد كده اقدر اعرف الباثولوجي بتاع ايه. الايزونوفيليك تايب انا بص هنا كده، انا جبت الصوره دي مخصوص برده عشان انا شفت واحده شكلها في الاول. ايه اللي حصل هنا؟ عباره عن ايزونوفيلز، النقط اللي هي الايزونوفيليك دي كلها عباره عن ايزونوفيلز، وما قربت هنا يا جماعه بصوا لو دي مش سبونجوز المرحله دي خطيره جدا، يعني انا ممكن فعلا الحاله دي ممكن واحد يقول بنفكس بالجارس ومش هيبقى غلطان، دي اسمها ايزونوفيليك سبونجوزس. هنا دي ممكن يعني لكن هنا في اديما سيفير، فده داخل على يعني المفروض ان انا بخش يمين او شمال ابص هلاقي في سب ابيدرمال كليفت، تبقى دي بولس بنفوجويد، لو طلعت فوق سوبرا بيزل يبقى دي بنفوجويد في الجهاز. لكن العمليه دي هنا بتبقى عمليه بدائيه لسه، المشكله هنا ممكن تبقى صعبه جدا ان انا اشخص هل دي بنفوجويد بالجارز ولا بولس بنفوجويد، ممكن الجا هنا الايمينوفلوريسنس وهو اللي يقدر يحدد لي المشكله فين. لكن لما اجي اكبر الصوره بقى اوصل لحاجه ثانيه، عندي انا عندي سب ابيدرمال كليفت واضحه جدا جدا، ادي البيدرمس كله فوق وادي الكليفت عندي هنا
لما اقرب هنا بص على جوه الكليفت هلاقي في الانفلترت عباره عن ايزينوفيلز، يبقى دي بولس بيمفوجويد او ممكن تكون هيربس جيستيشنس، هما الاثنين نفس الشكل في الباثولوجي، لكن الكلينيكال هيفرق، واحده حامل او لسه والده وعندها البولي او الارتيكولار بلاكس موجوده، سواء كانت على ريسيماتس او نورمال سكين، والسكين ما بين البولي بيكون برضو ارتيكولار سكين، دي حالات البولس بيمفوجويد او بيمفوجويد جروب. لو هي حامل ولسه والده هيكون هيربس جيستيشنس، وان كان طبعا في بعض الفلوريسنس بيبدا يفرق معايا هنا. النيتروفيليك جروب، سب ابيديرمال نيتروفيليك جروب، مجموعه برضو كبيره وشهيره، عندنا درماتيتس هيربيتيفورمز شهير جدا، لينير اي جي اي بولس درماتوزيز اسمها كده، لينير اي جي اي بولس درماتوزيز، يعني حته بقى كرونيك بولس ديزيز اوف تشايلد هود ومش عارف ايه ديت، يعني المفروض هو ديزيز واحد بنسميه في الاطفال كده بنسميه في الكبار كده، لكن هو شكل واحد. سيكاتريشيال او الاسم الثاني بتاعه ميوكاس ممبرين ميمفوجويد، وده ممكن ياخد شكل البولس ميمفوجويد وممكن يبقى نيتروفيليك، هو ميكسد انفلترت عموما. بنورس بلوزا اكويزيتا الانفلاماتوري تايب هنا، لان احنا قلنا فيه ميكانيكال تايب مع السبارس او نون فلترت بولس ال اي بولس ليكوسايتوكلاستيك فاسكولايتس. اول حاجه خالص عندي هنا الحاله دي، انا بصيت من بعيد كده لقيت في كليفت تحت الابيديرمس، لان الابيديرمس كله فوق ما شاء الله وفي كليفت، لكن عباره عن كوليكشن اوف نيتروفيلز. النيتروفيلز تميز ان انا من بعيد لما اشوفها ببص اشوف بلاك دوتس كده، وهنا النيتروفيلز متجمعه مجموعات فين؟ في الديرما بابيلي. طبعا احنا عارفين ان دي اسمها الديرما بابيلي ودي اسمها الريتريجس، يعني دي كده المنطقه دي اللي طالعه فوق الصوابع بتاعتي اسمها الديرما بابيلي، واللي نازل تحت ده الريتريجس. وانا قلت لكم ان الديرمس شايل الابيديرمس فرافع ايده لفوق، يعني الديرمس رافع ايده لفوق اللي صوابعه اسمها الديرما بابيلي، والابيديرمس نازل برجليه تحت، يعني واحد شايل ابنه على كتفه، فالابن نازل برجليه اللي هي ريتريجس، والاب رافع ايديه لفوق اللي هي الديرما بابيلي عشان ما تلخبطوش. يبقى انا عندي بابيلاري مايكرو ابسيس عباره عن نيتروفيلز، دي سهله جدا، سبب ابيديرمال كليفت ويز كوليكشن اوف نيتروفيلز ان ذا ديرما بابيلي اللي هي الدرماتيتس هيربيت فورمز. طبعا بعمل ايمينوسكوبي بشوف هنا كوليكشن اوف نيتروفيلز بالميرفلسنس عند الديرما بابيلي، يبقى دي دي اتش، وادي شكل تاني اقرب، يعني هي بصوا الديرما بابيلي هنا موجوده هنا موجوده هنا موجوده، يبقى دي حاله دي اتش. طيب لما اجي ابص كده من بعيد، لا ده النيوتروفيلز واخده مساحه كبيره، يعني تقريبا واخده كل الكليفت اللي موجود، ادي كليفت هنا وادي كليفت هنا، والديرما والنيوتروفيلز ماليه المكان كله، وديت بتاعه اللينير اي جي اي. وطبعا انت عندكم بالنسبه لل امينوفلوسنس هشوف في حاله الدي اتش جراند ديبوزيشن هنا في لينير ديبوزيشن، والفرق ده احنا كلنا عارفينه. هنا الحالة دي عبارة عن لوبس سكويت او ستيميك لوبس، خدت عينة من السكين، هنا لو لاحظ هنلاقي في اطرف في الابيديرمس، مع ان هنا في هايبر كيراتوزيس. طب ازاي يعني ريلاتيف هايبر كيراتوزيس؟ بمعنى ايه؟ المفروض ان حجم الابيديرمس الصغير ده ما يكونش معاه حجم الكيراتين الكتير ده، ودي هنا ده فوليكولار بلاجنج، يعني هنا في حجم ابيديرمس اهو لكن شايفين قد ايه كيراتين كتير، في هايبر كيراتوزيس في اطرف في الابيديرمس فوليكولار بلاجنج، وفي انفلاماتوري انفلتر تحت عباره عن ليمفوسايتس سوبرفيشال فوق ونازل ديب تحت، وبيري فاسكولار كمان، ولو وسعت شويه هلاقي بير ادنكسل، لكن في كليفت هنا برضو. الفكره ان انا عندي في فاكر ديجنريشن برضو زي البولس لايكن، لكن دي هنا بولس سيستميك لوبس ارسيماتوزس، والانفلتر هنا عباره عن نيتروفيل. زي ممكن تحصل على فكره مع البولس سيستميك والديسكويد لوبس ارسيماتوزس، مش شرط ده او ده، وهنا بتاكد باللوبس بان تيست عشان اقدر اشوف الموضوع. طيب هنا الحاله دي انا بصيت من بعيد كده لقيت في كليفت عندي موجود، وبعدين في انفلتر تحت هنا ومش قادر احدد، فلازم يبقى انا عندي في سب ابيديرمال كليفت اهو، وفي كمان شويه ترانسوديت او يعني اللي هو اللون البينك ده متجمع هنا فلويد. هقرب الصوره شويه، لما قربت هنا مش عارف الصوره تبقى واضحه ولا لا، بصوا كده شايفين ده عباره عندي عن بلاد فيسل، خلاص الوول بتاعه بقى ثيكند، وفي كمان فايبرونيت ديجنريشن، في كمان واحد نقرب الصوره شويه اهو، ات البلاد فيسلز كبر وبحصل فيه بقى. يبقى دي عندي، وكمان عندي الانفلترت عباره عن نيوتروفيلز، وفي حاجه اسمها نيوكلير داست، النقط الصغيره دي النيوتروفيلز بتتكسر بيحصل فيها حاجه اسمها ليكو سايتوكليزيا، ليكو سايتو يعني ليكو سايتس، كليزيا يعني تكسير، يعني النيوتروفيلز اتكسرت بقى دوتس صغيره جدا، ودي طبعا عندنا النقطه الحمراء دي اكسترا فيزيشن اوف ار بي سيز. يبقى انا عندي في فايبرونيت ديجنريشن اوف بلاد فيسل وول، في كمان عندي ليكوسايتوكليزيا، في اكسترا فيزيشن اوف ار بي سيز،
وفي سب ابيدرمال كليفتي بقى دي حاله بولس ليوكو سايتوكلاستيك فاسكولايتس. وهنا نبدا نشوف الشكل بتاعها. بص الانفلترت هنا عباره عن ايه؟ نيتروفيلز والنيوكلير داست موجوده في النص. ومن الصوره اللي قبلها قلنا ان في تشنجز في البلاد فيزل يعني الفاسكولار البلاد فيزل وول او في اليومن ذات نفسه. فدي بقى ليوكو سايتوكلاستيك فاسكولايتس ومعاها سب ابيدرمال كليفت يبقى دي بولس ليوكو سايتوكلاستيك فاسكولايتس. تمام. هنراجع كده السب ابيديرمال جروب. السب ابيديرمال جروب قلنا عشان اقدر اشخصها اعرف الانفلترت بتاعي سواء كان سبارس او نو انفلترت نيوتروفيلك ازينوفيلك او لينفوسيتك. قلنا السبارس او نو يبقى ابيديرمالايز بلوزا تروفيكا او جانكشنال بورفيريا والميكانيكال تايب اوف اكويزيتا. وادي الدستروفيك او جانكشنال تايب درماس بلوزا بورفيرياز بالميفلوسنس بتاعنا. بعد كده عندنا الليمفوسيتك قلنا ارسم مالتي فورمي بولس الاس اي بولس لايكن برانس بولس بالمورفوس لايت اربشن. وادي شكل الارسمه مالتي فورمي بولس تايب. وادي كمان لايكن سكوز اتروفيكاس بولس لايكن برانس وبالمورفوس لايت اربشن. بعد كده قلنا زينوفيليك يا اما تكون البنفوجويد جروب اشهرهم البولس البولس بنفوجويد وهيربس جستيشنس ممكن بولس انسكت بايت. وده الشكل بتاعنا اسمه زينوفيليك سبنجوزس سب ابيديرمال كريفتوس ايزينوفيلز تبقى بولس بنفوجويد. نيتروفيلك عندنا الدي اتش لينير اي جي اي سيكاتريشيال بنفوجويد اي بي اي الانفلاماتوري تايب بولس الاي او بولس ليوسيتوكلاستيك فاسكولايتس. دي الدي اتش عباره عن بابيلر مايكرو ابسيس كولكشن اوف تروفيلز بريمين فريسنس عباره عن دي جرانيولار ديبوزيشن اوف اي جي اي في الدرما بابيلي. هنا في واي باند لايك انفلترت من النيتروفيلز بالسب ابيديرمال كليفت في لينير اي جي اي بريمين فريسنس هلاقي في لينير ديبوزيشن في امينوجلوبلين اي. بعد كده عندي البولس ال اي قد في ابيديرمال سام سورت اوف اتروفيز هايبركيراتوز في الليكلر براجنج وفي لينفوستيك انفلترت بريفاسكولار وبير ادنكسل وكمان سب ابيديرمال كليفت يبقى بولس ال اي. اتاكد باللوبس باند تيست. بعد كده عندي في هنا سب ابيديرمال كليفت ويز ماسيف انفلترت في الدرمس. لما قربت شويه لقيت في فيبرونيك ديجنريشن في الوول بلاد فيسل اند ليكوسايتوكليزيا والسب ابيديرمال كليفت يبقى دي بولس ليكوسايتوكلاستيك فاسكولايتس. اتمنى ان انا اكون قربت لكم الصوره بالنسبه للفيزيكال بولس باترن. وان شاء الله هيبقى باقي الانترفيس معلش المجموعه الرابعه عندنا في الابيديرمال باترن هي الانترفيس ديرماتايتس. المره الجايه نشرحها باذن الله ان كان لنا عمر. يبقى انا عندي ابيديرمال باترن اربعه سبونجيوتيك سورايسيفورم فيزيكلو بولس وبعد كده عندي الانترفيس ديرماتايتس. شرحنا ثلاثه سبونجيوتيك سورايسيفورم فيزيكلو بولس بقينا الانترفيس ديرماتايتس. ولو حد عايز اي حاجه يا جماعه كل الكلام ده هتلاقوه في سلايدز كتيره بالشرح بالتفصيل مجموعتي على الفيس اللي هي مجموعه الجونيور ديرماتوباثولوجي. اللي عايز يخش عليها هيلاقي فيه معلومات كتير جدا وفي شرح بالتفصيل بقى يعني هيخش على السلايدز ومكتوب عليها بالاسهم وكل حاجه ويدور بقى هيلاقي فيه تجمعات زي فين الجاينت سيلز فين الباراكيراتوزس كل ده موجود. ونشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي ان كان عمر باذن الله.